اهلا بحضراتكم من جديد. الكابتن الكبير الكابتن صديق الجمال نجم الاهلي السابق وعضو لجنه اكتشاف المواهب بالنادي الاهلي، ضيف الاهلي الليله، منور الدنيا كابتن ومساء الفل. الله يخليك كابتن عبد الحميد، ده نورك. طمنا عليك، كله تمام؟ الحمد لله تمام، الحمد لله. عملنا انجاز تاريخي. اكيد يعني صعدنا الاولمبياد طوكيو 2020، حاجه جميله جدا، كلنا فرحانين. فرضوا علينا اننا نملى الجماهير المنتخب الاولمبي، فتقول لهم ايه في الاول كده قبل ما ادخلك بقى في الاسئله؟ طبعا استاذنك بس بدايه بنطلب الدعاء طبعا لربنا بالشفاء للكابتن محمود الخطيب، وان شاء الله يقوم بالسلامه ان شاء الله باذن الله. باذن الله. طبعا المنتخب الاولمبي فرح مصر كلها. فريق بصراحه في كل السمات، سمات البطل، روح، انسجام، شرفونا فعلا. يعني الواحد استاد القاهره من بعد 2006 و2008 و2010 مع الكابتن حسن شحاته، الكره كانت ايه بلغه الكره كده نايمه شويه. المنتخب الاولمبي صحصح كره القدم في مصر بوجود العدد الكبير من الجماهير، بوجود فريق على ارض الملعب، فريق مميز جدا، جهاز فني محترم، لفتوا الانتباه وكسبوا احترام الجميع باللي هم وصلوا المباراه النهائيه، ادوا مباراه كويسه جدا جدا. طبعا انا سعيد جدا بالتنظيم، بشكر طبعا الدوله المصريه، بشكر الشباب والرياضه المعنيين بكره القدم في مصر على نجاح ان شاء الله بكره تتكلل بالجهود يعني المبذوله من اللاعبين والجهاز الفني ان احنا ناخد البطوله بكره باذن الله ماتش كوت ديفوار. بس كابتن عبد الحميد دي مش من فراغ، كل عمل ناجح وراه مجهودات كبيره، وورا كل النجاحات في جهد وفي عرق وفي تركيز. اكيد. الحته اللي فرقت مع منتخب بتاع كابتن شو غريب ان هم عملوا اعداد جيد جدا، وبرده عشان نكون منصفين الواحد بيحب يقول الحق عشان اللي بيسمعك يعرف انت بتتكلم ما بتجيش مع حد ضد حد. بنشكر الكابتن هنا بوريده لما كان موجود في الاتحاد ووفر لهم مناخ كويس جدا، عمل لهم اعداد كويس، ساند كابتن شوقي غريب والجهاز الفني واللعيبه بكل اللي كانوا طالبينه حققوا لهم من احتكاكات، من فتره اعداد مميزه جدا. المنتخب الاولمبي يمكن فرصته كانت احسن من المنتخب الاول بالنسبه للتحضيرات للمباراه اللي اتلعبت سواء المنتخب الاول او السوارين. السوارين عملوا اعداد جيد، عملوا مباريات كتير مع مدارس مختلفه، لعب مباريات كبيره وديه كتير قوي. مجموعه اللعيبه اللي هي كويسه جدا اللي جايه من الانديه كلها في مصر، كان في انسجام، في روح عاليه جدا، في حب اول مره اشوفه كان ظاهر. لعيبه الاهلي، لعيبه الزمالك، الاسماعيلي، كل الناس المتواجده تحس ان هم روح الفرد الواحد دوت بان في الملعب، بان في المباريات الصعبه جدا جدا. منتخب قوي ادى اداء رجولي، وبرده عشان نكون منصفين في بعض الفروقات الفرديه كابتن عبد الحميد كانت مع في وسط المنتخب خلصت بعض المباريات. تمام. بالنسبه للاعيبه اثنين. تمام تمام. يعني مش انا بحترم طبعا رايك بس مختلف معاك في حاجه كده هقولها لك بقى. دلاوه اتفضل. كنت متوقع ان احنا نوصل للمباراه النهائيه بصراحه. هو المباراه الاولانيه كانت صعبه جدا. دي اول مباراه رسميه، حتى دي بتحصل مع المنتخب الاول، المنتخب الاولمبي، اي منتخب بتبقى مجهوله شويه. مجهوله في ايه؟ اللعيبه طبعا، الاستاد والجماهير، وبعدين الاضواء كلها متسلطة عليهم، كان في ضغوطات. الضغوطات ان هي اول مباراه، حتى لو تلاحظ على اللعيبه وعلى الكابتن شوقي غريب، الكابتن شوقي كان متوتر جدا. يعني ان برضه مش هقول مستقبله في البطوله دي لا، بس يرجع اسمه، يحيى تاني من جديد. ان ساعه المدرب بيقعد فتره كبيره بعيد عن الساحه، او بيمسك فرق ممكن ما يتوفقش معاها، وهو ممكن يكون مدرب كفء وعنده الامكانيات. فكان داخل المباراه الاولانيه كان فيها توتر شويه، الحمد لله اكتسبناها بصعوبه ان احنا عدينا المباراه الاولانيه. بعد كده الكيرف عالي في المباراتين الاخرين، وبالاخص المباراه الاخيره كانت مباراه كتير عاليه جدا، واثبت المنتخب ان هو قادر يوصل للمباراه النهائيه. في الاول لما على الورق لما تقول غانا، تقول الكاميرون، تقول مالي، كل الناس اللي في مصر كانت قلقانه شويه من المجموعه، وكانت حطانا يعني ايه في التصنيف احنا ممكن ما نوصلش بالظبط المكان اللي احنا وصلنا. دي حقيقة. ولا كلامي؟ لا دي حقيقة. فطبعا احنا برؤيتنا الفنيه وبرده الحمد لله بخبرتنا في المجال الرياضه، انت بقى عندك برده شويه تفاؤل، بالذات لما تكون لعبت كوره. انت عارف مين رمضان صبحي، انت عارف مين مثلا مصطفى محمد،
عمار، عبد الرحمن مجدي بتاع الاسماعيلي، كريم بتاع المصري، بكل لعيبه عشان مش عايز انسى حد. الناس ادت بروح عاليه جدا جدا، واحنا كنا عندنا ثقه احنا بقى بتوع الكوره ان الاولاد دول عندهم امكانيات يطلعوها. امتى يطلعوها؟ لما يكون في ضغوطات، في جماهير والناس كلها طبعا معاهم، والاعلام كل البلد كانت واقفه معاهم. بالظبط. وصلوا للمباراه النهائيه برضه في بعض. كنت متوقع كده؟ كنت متوقع، لان احنا لعيبتنا في كل المنتخبات. تكون ما كنتش متوقع لا دلوقتي؟ لا متوقع بالك. ليه؟ اقول لك لسبب. انا قلت لحضرتك ايه؟ لما في ضغوطات على اللاعب المصري، انت اي حد في الدنيا يقول لك ايه؟ انا مش متوقع ان الكابتن حسن شحاته كان ياخد 2006. هقول لك انا معاك بنسبه 50% او 60%. البطولتين اللي بعد كده انا كنت متوقع، لان المنتخب كان عالي جدا بالمجموعه اللعيبه اللي مش هتتكرر في كل المراكز. تمام. من اول الحضري لحد عماد متعب فوق. تمام. ولحد عمرو زكي ولحد زيدان، الناس اللي كانت موجوده. تريكا. نفس الشيء، وتريكا طبعا على راس المجموعه، كل اللعيبه اللي كانت موجوده عشان ما ننساش حد، وائل جمعه، كل المنتخب. تمام. حسني عبد ربه. تمام. كان كل واحد بفرقه، الثقه جت واحنا اتفقنا ياخدوا البطولات اللي بعد كده. نفس الكلام الاولاد اللي هم بيلعبوا دول فانديتهم مميزين، بيكسبوا، واحد بيكسب الاهلي، واحد بيكسب الزمالك، بيكسب الاسماعيلي. اللعيبه دي يعني المستوى العالي اللي هم ظهروا بيه مع انديتهم الحمد لله قدروا يتفوقوا. حتى في ناس عشان ما نظلمهمش، احمد ياسر ريان نزل على 5 دقايق جاب لك جون مكسب. بالظبط. عداك الدور اللي بعديه. بالظبط. فالحاجات دي بتفرق، فالثقه جت من امكانيات اللعيبه. بس طبعا ممكن تكون عند واحد الثقه كانت موجوده، وواحد قال لك لا انا قلقان يطلعوا، بس هم فرضوا نفسهم على الجماهير المصريه وعلى كل الناس المعنيين بالرياضه ان هم قادرين يلعبوا البطوله على النهائي. المباراه الاخيره عملوا مباراه كبيره جدا جدا، يعني انا سعيد جدا ان عمار خد نجم المباراه، عمل مجهود خرافي فعلا بالسن ده، واصغر من لعيبه كتير في الملعب، ووصل الفورمه دي والمجهود البدني وحته المهاره وتركيزه الذهني في المباراه، حسيت ان هو ايه خد حقه، لان الولد ده عنده مستقبل كبير جدا جدا. السن ده بيلعبه منتخب اول ما استرقى، يعني 23 سنه كده. يلعب بس عايز الفرصه والثقه. الثقه جت زادت امبارح، كانت موجوده في الاهلي وموجوده في الاتحاد السكندري، عمل حاله كويسه ليه، هو فرض نفسه امبارح مع المنتخب خلاص الحط ده، يعني ايه حط نفسه ما يتشالش في الملعب. وطبعا الرؤيه للجهاز الفني، وان شاء الله يبقى ليه دور في النادي الاهلي الفتره اللي جايه باذن الله. الاداء الفني بصرف النظر عن المكسب، موقن ان احنا ممكن نسافر نلعب اولمبياد بنفس الشكل ونفس التفكير، ولا ممكن يبقى في تطور بعد كده تاني؟ هو اكيد المفروض يكون في تطور وفي تركيز اعلى من التركيز بتاع البطوله دي. تمام. وممكن يكون في تدعيم كمان، كتدعيم في بعض المراكز اللي هي فعلا محتاجين فيها. يبقى في اعداد قوي زي ما عملنا اعداد قوي في الفتره اللي فاتت دي، والظروف برضو خدمت شوقي غريب، خدمت جهاز وخدمت اللعيبه، واشتغلوا في مناخ كويس جدا جدا، اشتغلوا في نفس المناخ واعلى للتحضير لطوكيو، مع ممكن تدعيم في بعض المراكز بس قليله جدا. يعني كترشيحات مثلا، ممكن لو انت تحب ان اقول لحضرتك، ممكن حد يخش مع المجموعه اللي موجوده ان شاء الله. قصدك من فوق السن؟ يبقى ليهم دور اكيد. يعني مثلا لما تيجي لو في الاستعانه رقم واحد محمد صلاح، هيبقى مكسب كبير جدا جدا أكيد. ان يكون متواجد، بس في حاله لو يقولوا في ليفربول يكون موجود. مركز نص الملعب الديفندر، انا وجهه نظري، يعني وجهه نظر انا كواحد مثلا في الحته دي متعايش فيها كتير، ولعبت جنب المكان ده، اتفرجت على كتير في الناس اللي بتلعب في المكان ده، في اقناع كبير من طارق حامد انه يكون موجود، عشان نكون ايه، ان الواحد بيتكلم فير، هو اقرب واحد في مصر يلعب في الحته دي في المنتخب الاولمبي. هو كل واحد شايف الثلاثه من وجهه نظره. لكن اكيد الاول في الاخر الكابتن شوقي غريب هيستقر على المراكز. ما انت لو تسال الكابتن شوقي غريب، وكابتن شوقي غريب دلوقتي في حاجه كويسه برضو، ما بيصرحش بده لان سابق الاوانه. ممكن الشناوي يخش حارس مرمى النادي الاهلي، ممكن لما تيجي البطوله يكون في تغييرات ان شاء الله، محمد محمود يكون خف، ناصر ماهر هيكون رجع برضو، في ناس هو محتاجها ممكن تكون موجوده. بس انا بقول لك حاليا ترشيحات، ان ممكن نستعين. حمدي فتحي ولا محمد محمود؟ لا حمدي فتحي في النادي الاهلي، انا بتكلم محمد محمود عندنا ربنا يشفيه، اللي هو عمل عمليه اخيره. ده سنه منتخب اولمبي، لو ده سليم
كابتشاو هيستعين بيه على طول، لان لعيب مميز جدا جدا، وفي نص الملعب بيبقى ليه دور، واخد بال حضرتك؟ بس احنا لسه سابق لاوانه ان احنا نقول ايه مين هيكون موجود. اكيد اكيد. بس هي محتاجه شغل كتير على الارض، محتاجه مجهود كبير اكتر من اللي اتبذل، لان طوكيو برضه هتلاقي منتخبات جامده والناس متحضره، وبعض الفرق التانيه اللي هتلعبك هيبقى برضه هيستعينوا بلعيبه كبار من المنتخبات الاولانيه بتاعتهم. اكيد. فانت لازم تكون مستعد جيدا يعني. اكيد اكيد. عشان كده بقول لحضرتك هي التلات اسماء هو طبعا لسه بدري على ان احنا بنطرح اسماء، لكن دي وجهه نظر هنا بس، لكن ده السوشيال ميديا كله مقلوب على التلات اسماء يعني. ده طبيعي جدا، طبيعي جدا ان احنا. طب انت ايه رايك بعد اذنك يعني؟ ضمننا ترشح مين؟ ارشح مين؟ بص، هو محمد صلاح مفيش خلاف عليه، الشناوي مفيش خلاف عليه. أوكي. انت في حاجه ليهم المركزين دول يعني. انا كده في اتنين صح من اللي قلته. سوري يا حامد. وانا من وجهه نظري والله ما عشان اهلاوي او حاجه. حمدي فتحي. لا طب ما انا اهلاوي. حمدي لا انا يعني ما انا بتكلم عليه. انا متحيز قوي يعني ومتعصب. مش قصدي انا ليه بقول انت لما تيجي تتفرج على الكره الماتشات الاخيره كلها، انت حضرتك بتتفرج وانا بتفرج، طارق في الحته دي ليه دور كبير، سواء مع المنتخب الاول او مع يعني مع فرقته. فانا بقول كترشيحات حمدي لو سليم هيبقى مرشح، ما ممكن في ثلاثه اربعه كبار بيترشحوا. الراي الاول والاخير للمدرب المنتخب الكابتن غريب. بالظبط. انا قصدي يا كابتن ايه، بصرف النظر طبعا طارق حامد لعيب هايل ولعيب راجل قوي قوي. بتكلم ان انت لما بتطلع بتلعب مستويات عاليه قوي، الفكر فيها بيبقى عالي. أكيد. الجري والتخبيط بيبقى قليل قوي. مع احترامي طبعا الكبير لكل اللعيبه. انا بتكلم في اللعيب اللي هو عنده فكر، عنده سرعه، بيطلع يكمل، بيرجع يدافع. انا اخترت، واخد بالك؟ انا معاك كابتن. بتكلم في التكتيك عموما. انا مأيد كلامك، بس انا ما اخترت بناء عن طارق او محمد او علي او حسين، سي من الناس. انا اخترت على المهام بتاعت المركز. اللي هي الحته بتاعت المحور دي، اللي هو بيقطع على الجناب، بيقطع على الجنب ده شمال، الجنب اليمين، قدام الاثنين السرد باكين، بيقطع كويس جدا جدا. اي حد يبقى معاه الكوره في نص الملعب تلاقيه بيخلق مساحه، يعني بيخلق مساحه للزميل اللي معاه الكوره. فالحته دي موجوده فيه، متوفره في المركز بس مش اكتر يعني. خلينا نتكلم اكتر بعد ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله ما ناخد البطوله. متفائل ان احنا ممكن ناخد البطوله دي، او بعد الاداء الجيد اللي شفناه في اخر مباراه اللي هي بتاعت جنوب افريقيا. المباراه كوت ديفوار هتبقى مباراه صعبه جدا، بس احنا عندنا ثقه في لعيبتنا. المباراه على ملعبنا، مسانده جماهيريه اعلاميه، كل الناس مع المنتخب يعني، واللعيبه كمان تطمنك، عندهم روح كويسه جدا، وعندهم اداء تكتيكي عالي، وعندهم مرونه تكتيكيه اكتر من لاعب زي اللي هو في نص الملعب اللي جنبي عمار بيكهام. برضو اللعيبه لما يكون بيلعب في كذا مكان اثناء المباراه أكيد. بيبقى عنده مرونه بيساعد المدرب. فاللعيبه دي عندها الامكانيات بكره يادوا اداء قوي ويكونوا ند للفريق بتاع الكوت ديفوار، وان شاء الله باذن الله نحقق البطوله بكره باذن الله. باذن الله. احنا لو نتكلم على الثلاث اسماء يا جماعه، احنا المنتخب الاولمبي احنا قلنا رجاله وقلنا كلنا في ظهره، وحاجه بصراحه تشرف ورفع راسنا لفوق كلنا كمصريين. احنا بنتكلم ازاي نساعدهم، ازاي يعني احنا سابقين الكلام شويه، لكن احنا بنفكر بقى احنا عايزين منتخب ده بقى احسن منتخب في الدنيا كلها، عايزين ناخد الاولمبياد كمان. فبنفكر ازاي نساعدهم يعني بثلاث اسماء ونحفزهم كمان. بالظبط. لكن طبعا انتوا رجاله من غير اي حد والله العظيم، ودي حقيقه فعلا. حتى لو احنا بنتكلم في اسماء ممكن نرشحها علشان يدوكوا قوه اكتر ويدوكوا ثقه اكتر، مش اكتر يعني، مش بنقلل منهم خالص خالص خالص. انتوا ثبتوا للناس كلها والعالم كله ان انتوا حاجه فوق الخيال يعني. بصراحه كان كل الضيوف اللي بيجوا هنا كانوا متخوفين جدا من البطوله. صح. المنتخبات اقوى مننا بكتير بصراحه. لما لا شفت الجدول ده في مش عارف مين، غانا وكاميرون، هم كسروا كل حاجه ومالي. كسروا كل حاجه برجلتهم. الجدول كان يخوف في الاول يعني. هم لعيبه رجاله قبل فنياتهم، قبل تكتيك. صح. قبل كل حاجه. وطبعا دور الجمهور، الروح دور الجمهور. كلمني بقى على الجمهور اللي مالي استاد القاهره ده، اللي عامل ريكورد كمان في العالم كله، الناس كلها بتتكلم على دور الجمهور. نجاح من اهم العوامل النجاح للكره المصريه، سواء على المنتخب الاول لما تنظمت البطوله الافريقيه كان مستوى جماهير مبدع. نفس الكلام مع المنتخب الاولمبي، الجمهور عامل حاله. الناس طبعا كل الماتشات بنقول على الفضائيات، بيشوف الجمهور المصري وفي استاد القاهره حاجه تفرح. اول حاجه لاعب رقم واحد زي ما بيقولوا، بيدي باور للاعبتنا، بيدي حاله انتعاشه كبير جدا للكره المصريه. غير ما تخش ملعب تلاقي جميل قليله وعددها قليل، بيبقى بيسبب فشل البطوله. ده مدي نجاح للبطوله، بيدي باور كبير جدا للعيبه. ان اللعيبه، شوف انت رمضان
شوف مصطفى محمد، الناس اللي بتلعب عبد الرحمن مجدي، الناس دي بص على الجماهير كده يا كابتن، بتديك حماس وانطلاقه غير عاديه، بتديك روح عاليه جدا جدا. انت لو في كوره في حاجه مش قادر تكمل، لما جماهير كده مثلا بتزوم يا كابتن في المدرج وانت طبعا عشرتها في الملعب، بتديك انطلاقه غير عاديه، بتأدي. فطبعا من ضمن العوامل نجاح البطوله الجماهير ولا غنى عنها. وانا شفت خبر سعيد جدا جدا طبعا بيه، لسه اكلمك فيه والله، بتاع النادي الاهلي ان يبقى فيه 10,000 على ما اعتقد في الملعب الانتاج الحربي، ملعب السلام او ملعب السلام تمام. في البطوله الافريقيه. ودي طبعا انت عارف جماهير النادي الاهلي كمان جماهير مصر كلها ليها التقدير والاحترام، بس جماهير الاهلي بقى بصفه خاصه يعني ملاش حل، يعني زي ما بيقولوا لازم تكون موجوده، أكيد. النادي الاهلي محتاج لها بالذات في البطوله الافريقيه. اكيد. دور رمضان صبحي القيادي ودايما كان بيحفز اللعيبه بطريقه كده، يعني عارف اللي هي يلا احنا هنكسب النهارده، احنا هنكسب النهارده، اللي هو مفيش قدامنا غير المكسب بس، وتحفيز في الماتش وتحفيز قبل الماتش وتحفيز في التمرينات. دوره بصراحه كنا كلنا شايفينه جديد، شايفين رمضان صبحي قائد. هو رمضان البطوله دي عامل حاله فيها، سواء الحته الفنيه او الحته الاداريه، يعني هو كمسؤول بعد كابتن شوقي غريب على الفريق، كهو قائد للفريق او كابتن التيم، هو قبل البطوله ممكن انت متخوف ان رمضان والحمل كبير عليه، هيقود الناس دي ازاي، هيتكلم معاها ازاي. رمضان ثبت وجوده بتفوق غير عادي، ونعم القائد سواء في الملعب او بره الملعب، في المعسكر تركيز عالي جدا منه، اللعيبه بتحترمه جدا، بيحب اللعيبه جدا، مفيش الانا. حاسه رمضان اقل واحد في الفرقه بالنسبه في التوجيهات، بالنسبه لما بيقعدوا مع بعض، فالاحترام زاد اكتر. هو كبير بلعبه وبمستواه، بس حسسه ان هو اقل منهم في التعامل، الاولاد حابينه جدا جدا، وبقى عنصر مؤثر يعني بعد الكابتن شوقي غريب بالنسبه للفريق، لم الفرقه والروح دي يعني الواحد ما شافهاش من زمان. بالزبط. دي كانت موجوده في حسام حسن. بالزبط. عشان نتكلم بانصاف، حسام حسن بس في الكره المصريه هو اللي كان عنده الروح دي، روح عاليه جدا جدا. الفرقه اللي نازل معاها، الفرقه اللي ماسكها، بتلاقيه بيديهم باور وبيديهم قوه، فانت بتستمدها من المدرب بتاعك، من رئيس النادي بتاعك، من مثلا المدربين اللي موجودين، من زمايلك. فرمضان عمل حاله، انا بصراحه يعني زي ما بيقولوا ايه، نجح بامتياز في الدور القيادي في مع لعيبه المنتخب، وانا شايف قمه الاحترام لرمضان. والدور الفني كمان. والدور لا الفني ده ما احنا ما اختلفناش عليه. بالظبط. ما انا قلت لك ايه، بعض الناس عندهم فروقات فرديه، كابتن ميدو كسبونا بعض المباريات كانت صعبه علينا، من ضمن مصطفى واحمد ياسر ورمضان. ان كمان بقى الحته الاداريه والقياده ده مكسب للنادي الاهلي، ان شاء الله ربنا يكرمه كده في مستقبلا، ده يعتمد عليه. اكيد. لو مشي بالحته دي على طول هيبقى ليه دور كبير جدا جدا. أكيد. في النادي الاهلي او لو احترف بره، لان خد خبرات كبيره من موقف زي ده. اكيد. الدور القيادي صعب جدا ان انت تدخله في جوه واحد يشتغل عليه. لا ده هو الولد عنده الامكانيات. اكيد. وحاجه تفرح بصراحه. اكيد. تحس ان اللعيبه يعني لعيبه المنتخبات الاولمبيه في البطولات اللي هي الكبيره اللي زي كده بيبقوا عايزين يوروا نفسهم لسه مصر، عايزين يوروا نفسهم للدنيا، للانديه الكبيره، عايزين يفكروا في الاحتراف، لكن تحس اللعيبه بتاعتنا لا، هي عايزه تكسب عشان تفرح الناس، عايزه تعمل نفسها حاجه. موضوع الاحتراف ده مش وارد في تفكيرهم دلوقتي خالص. مش وارد، اللي هم مش اكيد بيفكروا فيه، لكن ممكن. مش هدفهم دلوقتي. هو مش هدفهم. ليه بقى؟ المدير الفني عارف الفتره دي كانت صعبه جدا، من ساعه ما ابتدوا كمعسكرات ومباريات وديه، كل التركيز كله عندنا بطوله، عندنا في مصر، وعايزين ناخد البطوله دي هتاهلنا لطوكيو 2020. حته الاحتراف والحاجات دي كده، كل واحد كان بيتفنى في المجهود اللي طلعه، في الامكانيات العاليه اللي عنده يطلعها، سابوا حته الاحتراف دي على ربنا بقى، ان ممكن الواحد فيهم يتوفق يجي له عروض، بس الهدف الاول قبل العروض وما يركزش في الحته الفرديه، ركزوا في الحته الجماعيه. ودي الحاله اللي عملها شوقي غريب والجهاز المعاون، ان احنا يا جماعه تيم ورك، نشتغل كويس على الارض، وبعد التفوق في الكوره الجماعيه اكيد هيطلع مننا اكتر من واحد يحترف. انما لو فكرنا نلعب فردي، كل واحد عايز يظهر بمجهود ويعمل حاجه فنيه عاليه، يقولوا مثلا ميدو هو احسن واحد نعمل معاه عقد، وكيل يكون مكلمك، مانجر من بره يكلمك، هيخرجك عن تفكيرك ويشتتك عن البطوله والتركيز بتاعك العالي. فالتركيز ده هو اللي خلاهم ادوا بروح، وكان بيلعبوا بروح تيم ورك، ما فيش حته فرديه اللي هي بتاعه الاحتراف، ان انا عايز العب كويس احترف، ماليش دعوه بالفرق. لو هم دوروا على الناتج الاجمالي بتاع المشاركه، ان هي البطوله،
والبطوله تحقق هيبقى في نسبه نجاح كبيره عمرها ما تحقق الا اذا كان ميدو ادى وصديق ادى. صح. فبالتالي ممكن نحترف بالظبط. ما خدناش بطوله بالزبط. هنحترف ازاي؟ انت لعبت كويس جبت جونين وطلعنا من الدور الاولاني ولا حد هيفكر فيك، انما انت كملت لغايه الاخر ان شاء الله يبقى في اكتر من لاعب ليه دور وممكن يكون في وكلاء يفتحوا معاه خط بعد البطوله. مين لفت نظرك قوي في اللعيبه يا كابتن؟ اللي لفت نظري وانا سعيد جدا بادائه جدا جدا عمار عبد الرحمن مجدي، بصراحه مميز يعني وجهه نظري، لعيب فيه مواصفات كويسه جدا جدا اللي هو بتاع الاسماعيلي. طبعا رمضان لا خلاف عليه، رمضان من بعد ما مستر راني فايلر اشتغل معاه وطور ادائه مستوى بان في النادي الاهلي وبان في المنتخب، عمل برضو حاله كويسه جدا. نفس الكلام مصطفى محمد مميز. في ناس يقول لك ايه مثلا ما بيعملش حاجه ده بيجيب جون، لا ما اللي بيجيب جون ده عمله نادره وسعره غالي جدا جدا. الولد عنده موهبه بالذات في ضربات الراس وبالذات بيقتنص الاهداف ان هو بيجي مثلا بيقطع، عنده قلب، فدي دلوقتي عمله نادره. تمام. كنا بنشوفها في الفراوده زمان. تمام. دلوقتي ممكن الفرقه تلاقيه كسول. فهم الثلاثه او الاربعه دول مع طبعا العناصر الموجوده، اسامه جلال لعيب مميز جدا يا كابتن في مركزه هايل، خط الظهر بالكامل، لعيبه الوسط اكرم عامل برده مجهود كبير، بس يعني عشان هو برده ايه في حاجات بتبقى باينه في الملعب وفي حاجات ما بقاش باينه للايه للناس اللي هم مركزين قوي، انت فاهم قصدي؟ فاللعيبه كلها بس هم الثلاثه الاربعه الاولانيين بيبقى فيه برده فروقات شويه، فدي مستواهم باين في تفوق غير عادي. اكيد الاربعه اللي انا قلتهم في الاولين اكيد اكيد هيبقى ليهم دور في انديتهم وممكن في الاحتراف الخارجي اكيد. والروح اللي كانت بين اللعيبه برده كانت سبب من اسباب الوصول لاولمبياد طوكيو، روح جميله جدا، مفيش اهلي مفيش زمالك مفيش اسماعيلي، كلهم حاجه واحده بس، كلهم بيمثلوا مصر. حاجه كانت كمان يعني قولوا الناس بقى سيبوكم من قصه تعصب واحنا كلنا واحد، مفيش اهلي وزمالك، مفيش اهلي واسماعيلي، مفيش زمالك واسماعيلي، احنا كلنا واحد، وده اللي شفناه كلنا في الشاشه بصراحه. اكيد اكيد. ودي برده تحسب مدير الفني. انا قلت لحضرتك ايه، الفرقه تيم ورك، التيم الجماعي واللعب الجماعي هو اللي بيخلي فيه شكل كويس جدا، مفيش الانا، كله لعب لمصلحه المنتخب، كله كان مركز الحب والانتماء للبلد والفرقه منتخبك، كل ده اتصب كله في الاخر عمل ايه؟ ان شاء الله يجيب بطوله بكره، وده اللي خلى نسبه النجاح كانت كبيره. تمام. حتى لا قدر الله لما توفناش بكره عملوا انجاز كبير، راحوا طوكيو وكل واحد قدم مستوى عالي جدا جدا كفريق كامل، كان الفريق كان مميز. استفاد الكابتن شوقي من توقف الدوري؟ انا قلت لحضرتك اول واحد، لا اول واحد استفاد، يعني هو استفاد اكتر من حسام البدري، من الكابتن حسام البدري. ليه؟ كان عنده مساحه كويسه جدا، كان عنده رؤيه كبيره في اختياراته، في المعسكرات، في الماتشات. انا بقول لك لاعب مدارس كتير، لاعب مدارس على كل المستويات في الفتره اللي كان فيها تحضيرات، لعب ماتشات وديه كتير جدا، فكل ده في الاخر هو استفاد. تمام. المستفيد الاكبر المنتخب طبعا، بس هو في شكل الكابتن شوقي غريب، شكل لعيبته بس المنتخب الاولمبي. طب ليه الكابتن حسام بدري ما استفادش؟ الكابتن حسام برضو كان في يعني ايه حته اللعيبه اللي انضمت، اللعيبه اللي ما جاتش بتاعت بيراميدز، لعيبه مثلا عدم وجود صلاح، في عوامل برضو كان في ضغوطات عليه، واول مره يمسك المنتخب الاول، فالدنيا ممكن لخبطت شويه، لخبطت في الاداء، مفيش انسجام. لا انا بتكلم على استفاده، الاستفاده من توقف الدوري. ما استفادش، ما انا بقول لك ما استفادش كابتن حسام، فدي انعكست على اداء الفرقه في الماتشين. ليه ما استفادش يا كابتن؟ ليه ما استفادش؟ حته الـ 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 الفتره اللي كان يعني فيها، لو كان اللعيبه لعبت كان احسن؟ لا لا، كان المباراه بتاعت الدوري بتخلق لك اللعيب بيكون عنده حماس، عنده روح، عنده فنيات. لا احنا الكلام ده في المنتخب الاولمبي من غير ما يلعبوا دوري. لا لعبوا ماتشات كتير ومجموعه مع بعض، لعيبه المنتخب الفترة اللي هي كانت قليلة، وغير كده اللعيبة بتاعت بيراميدز، يعني انت معلش اللعيبة اللي كان ممكن يدوها مثلا بيراميدز، في بعض واحد او اثنين كان ممكن مثلا يفرقوا معاه في الفرقة، ان عندهم خبرات ولعبوا قبل كده. عندك الفترة اللي هي كان فيها هيأجلوا ماتش الزمالك والاهلي، لا الدوري هيتلعب، لا هيتأجل عشان مش عارف ايه، كل الحاجات دي كلها ما صبتش في مصلحة المنتخب الأول، مع عدم برضه ظهور بالمستوى اللائق بالنسبة للفريق الأول من اللاعبين. انا مش عايز اقول الجهاز الفني عشان ما اذبحش الراجل، لان في مدربين اجانب. لا مش بنذبح. لا في مدربين اجانب، المصلحه العامه كابتن عبد الحميد، عشان الواحد بيكون منصف. انا والله الكابتن حسام الصحبي بس انا بحبه على المستوى الشخصي، في يوم ده راجل مثلا كان بيدرب النادي الاهلي
وكان بيدرب منتخب اولمبي في الاول وفي الاخر قبل التدريب هو مدرب مصري لازم اسنده واقف معاه. تمام. لان في مدرب اجنبي بيجي بيبقى وحش جدا جدا ماتش واتنين ما حدش بيتكلم معاه. لا لا مفيش الكلام ده. لا في مدربين جم كان لا لا مفيش احنا بنتكلم على كل ده احنا بنتكلم على مصر كابتن ميدو. لا بس انت في حمله يعني معلش يعني هل يعقل يعني بالمنطق ان بعض الناس سواء على السوشيال ميديا او مثلا في الاعلام او في حاجه ده احنا ناخد المنتخب الصغيرين يلعب احسن من الكبار. كلام مش يعني ايه اي حد بتاع كوره ما يقتنعش بالكلام ده. السوشيال ميديا يعني هم وبرده بعض الاعلاميين بس بيتكلموا وبعض الاعلاميين. المنتخب الاولمبي ده حاله، المنتخب الاول حاله، المنتخب الاول هيكسب الماتشين اللي جايين وباذن الله بسكور صلاح يرجع والفرقه تتظبط. كابتن حسام يبقى في حته ثانيه غير الحته اللي موجود فيها دلوقتي. بالظبط ده اللي احنا كنا بنستنى واحنا وان شاء الله يعمل كده. احنا عندنا لعيبه كويسه جدا بس ظروف الماتشين دول كانوا صعبين. الفرقه كانت موجوده. انت اكتر واحد ترهن عليه في الفرقه تريزيجي تقول هيكسب الراجل ده انفراد بدل ما يعملها كده ببطن او يشيلها مثلا في الجون بيعملها بوش رجله الخارجي طلعت من هو تريزيجي عايز ده على الكره دي لو دخلت الحسابات اتغيرت. ما حدش اتكلم مع كابتن حسام الفرقه كسبت. بس هو في بعض اللعيبه فرقوا يعني مثلا حمدي فتحي متحضر معاه كويس وماشي كويس جدا سجل في الماتشات اللي لعب مشاركه وديه او مشاركتين وسجل اهداف وماشي كويس جه اتعور. مثلا عبد الله سعيد لو موجود في الحته اللي في نص الملعب انت الفرقه اتفرجت على كهربا بقى له فتره كبيره ما بيلعبش او لو بيلعب بس بنص لعب وراح جاب جون مثلا الماتش الاولاني ماتش كينيا الماتش الثاني بعيد. ما الحاجات دي مش في صالح المدرب ولا كلامي غلط؟ تمام. انا مش بدافع عنه بس لازم نساند مدرب المنتخب. لا انا احنا بنتكلم في العموم زي ما بنتكلم على انت حضرتك بتساند معايا واللي عليه بنتكلم في المنتخب الاول لان دي مصلحه البلد. سؤالك مهم جدا انت ما بتقولش اي حاجه غلط احنا بنساند وبندعم لكن أكيد. دايما لما بيكون في ايه يعني لا عايزين نشد اكتر عايزين نستفيد اكتر اكيد يا كابتن في الدوري المفروض يفيدني انا كمدرب أكيد. مش يضرني اكيد بس انا حاسس ان هو ما استفادش منه انا ما اعرفش يعني المفروض دي غريبه يا كابتن دي غريبه ما استفادش لان كمان الكابتن حسام صرح قال ان انا توقف الدوري ضرني ما انا بقول لك ما استفادش منه بدليل على ارض الواقع مباراتين من اقل المباراتين اللي لعبوا منتخب مصر سيئين جدا سواء ماتش كينيا او ماتش جزر القمر دي واخد بال حضرتك فطبعا انا شايف ان احنا لازم الحمد لله ماتش جزر القمر ده عدى على خير كابتن ده في فتره حوالي 10 دقايق كده نفضونا شويه في الملعب لو ضغطوا علينا كان ممكن الحمد لله براعه الشناوي وبرده توفيق ربنا ان احنا ما دخلش فينا جون لو دخل فينا جون مباراه زي دي بره ملعبنا الفرقه كانت هتضلم مش هنعرف نتعادل لان برده في حاجات برده في الماتش ما ينفعش اقولها على الهوا حاجات صغيره بعض اللعيبه ما ينفعش نجرها في حد بس عملت هزه في جوه الفرقه في اثناء الجيم وبعدين في مثلا حد او واحد او اثنين مثلا فرقه جزر القمر اللي هو رقم 7 نسيت اسمه الولد الثاني القصير الفرويد لا لازم انا ابقى قاعد برده الناس بره قاعده مش ايه تكون مركزه مش سايبين الراجل راح على محمد هاني مرتين ثلاثه ومع واحد ثاني وكره مش ماشيه مثلا لا لازم في تركيز عالي جدا جدا فدول سقطوا يعني الكابتن حسام انا متاكد هي الماتشين ما فيهمش ايجابيات الايجابيات توفيق ربنا الاجابات بتاعتهم ربنا وفقنا ان احنا ما خسرناش احنا جبنا جون كهربا جبناه يعني من عند ربنا انا بقول لك توفيق ربنا الجول وال اجتهاد القمر ما فيش اجتهاد شخصي من كهربا كمل في الكوره الحارسين كانوا قليلين الحارس الماتش الاول اتصاب قصدك الحارس الاول والثاني بتاع جزر القمر ده والثاني بتاع كينيا اللي الحارسين قليلين بس احنا ما كناش الفرقه ما كانتش موجوده ما جاتش المباراتين المنتخب ما جاش فانا بتمنى هو ده اللي بتكلم فيها يا كابتن صبي احنا بنتكلم خلي بالك كابتن حسام احنا بندعمه كل الدعم من اول ما تولى المسؤوليه خلاص ده واجبنا احنا كاهل يعني كمؤسسه كبيره يعني بندعم طبعا منتخب مصر اكيد لو حتى مين اللي ماسكه فبندعم بكل ما نمتلك لكن انا بتكلم في ايه ان انا كان الكابتن حسام محتاج وقت قوي عشان يشتغل مع الفرقه وان هم يديهم افكاره وان هو يطور وان هو طبعا لان اول مره يستلم المنتخب عشان كده انا استغربت من تصريحه ان انا ايه انا اتضريت من توقف الدوري طب ما انا اديتك اللعيبه فتره طويله ما اشتغلتش ليه ده اللي انا بكلم نفسي فيه يعني مش ما دي برضو امر محير صح دي اللي انا محتار فيها ما انا صح ولا احنا يعني ليه دورنا على مبرر وخلاص لا هو ما يقدرش على مبرر هو انا قلت لك ايه على قد ما قلت مسانده بس انا اتكلمت هو طبعا انت قلت الحق انت قلت المنتخب ما جاش مهمه جدا غياب صلاح طبعا صلاح بيفرق صلاح طبعا كابتن اللي يقول لك صلاح مش صلاح لا صلاح طبعًا. صلاح ونص يعني ربنا طبعًا. يحفظه طبعًا. صلاح ونص لو موجود في الماتشين
ممكن يخلص لك ويجي له ثلاث اربع كوره يخلص منهم كوره وكورتين بالظبط، جاب لك ثلاثه بونت، عامل مؤثر جدا في ليفربول. ليفربول لما هو بيغيب بيحس ان في تاثير بالزبط. المدرب المدرب طبعا. بيبقى قلقان لو هو مش موجود، ما بالك بقى المنتخب المصري. فانا بتمنى الفتره الجايه اشوف. انا احنا بننقد برضه حمدي فتحي وعبد الله السعيد طبعا، عناصر مؤثره جدا بالزبط. عناصر مؤثره يبقى ليها دور كبير ودور فعال مع المنتخب. بس انا زي ما قلت مسانده، لا قلت لك المنتخب ما جاش، كنا سيئين جدا جدا. طب أنا اقول لك لا كانوا كويسين وطبل كانوا وحشين. لا ما ينفعش يكونوا كويسين لان كل مصر كانوا وحشين جدا جدا لولا الشناوي ربنا يوفقه هو انقذنا هناك بالظبط. يعني حتى لعيبه جزر القمر كانوا زعلانين جدا الماتش ده عدى من ايديهم طبعا، لولا جمهورهم اللي نزل وفرح، لكن اللعيبه نفسها كانت زعلانه. ليه بقى يا كابتن ميدو؟ اتفاجئوا بمستوى المنتخب المصري اللعيبه لكن الجمهور عنده فكره ان ده منتخب مصر الجمهور بس اللعيبه من جوه لما شافوا الحاله دي هم اللي في المطبخ فرصه مش هيجي لهم تاني المنتخب كده بالظبط. وان شاء الله احنا الماتشات اللي جايه انا متاكد باذن الله هنكسبها وهنادي اداء رائع، وكابتن حسام برضو هيلم الدنيا والامور تتظبط معاهم الفتره الجايه هو والجهاز الفني ان شاء الله ويعوضوا المباراتين دول باذن الله. الكابتن حسام استعجل في استبعاد لعيبه بيراميدز؟ ممكن. انا كمدير فني المفروض ان انا امتلك كل اسلحتي حتى لو في مشكله انا ممكن اعالجها بطريقه او باخرى يعني، لكن قرار ان انا لا دي استعجل فيها ولا كان معاه حق لا. من وجهه نظرك هو ممكن يكون بص اصل الحاجات اللي هي التربويه الحاجات الاداريه دي انا ما ينفعش ان انا اقول حاجه وتيجي تتحسب عليا انا كصديق يعني، بس أوكي. انا بتكلم كلام عام تمام. انا في حاجه اسمها المهم وفي الاهم تمام. الاهم منتخب والبلد، وانا داخل على استحقاقات او مشاركات افريقيه ودي تصفيات، ما ينفعش منتخب مصر يطلع. انا اشوف ايه اللي انا عايزه واعالج الامور بحكمه. يعني بالنسبه للاعيبه بيراميدز عشان نتكلم يعني واحد واحد، في عبد الله السعيد وفي عمر جابر وفي دونجا اللي في نص الملعب، في الشناوي حارس موجود والشناوي ممكن يكون في حد تاني محمد فاروق على ما اعتقد كان متاخد عند كان في النادي الاهلي متذكر بسرعه، ممكن يكون كان متاخد باين كان في النادي الاهلي وراح بيراميدز، لعيب كويس اللي كان في المقاولين زمان. اه طبعا عارف فاروق. قول يا عم خلينا في مين؟ في عمر جابر، عبد الله السعيد، ودونجا. لا ثلاثة كويسين. يعني دونجا وعبد الله بالذات عبد الله لازم يكون كان يبقى موجود. هيبقى ليه دور وعنده خبرات كبيرة كان يبقى موجود الفترة دي. اتصاب عبد الله لكن أنا ما الإصابة دي بتاعت ربنا. فيما قبل الإصابة. ما أنا بتكلم كلام على قبل الإصابة. ممكن كنت أنت كده وكان بيبقى في عقاب أو تعمل لفت نظر للنادي، النادي هو اللي قعدهم. الولد مالوش ذنب اللعيب. انا ممكن كنت انا الاتحاد الكوره يخاطب النادي يبقى في لفت نظر في تصرف مع النادي قانوني اداري زي ما يحسبوها، بس اخد اللعيبه الكويسه اللي هي هتلعب معانا هتفيدنا في المباراه، عندنا مشاركه وعندنا افريقيا يعني بطوله افريقيا ما ينفعش مصر ما تخشش، مش كويسه طبعا يعني ما يعني حاجه تبقى عيب يعني بديهيا بندخلها يعني فعيب في المستوى ده والجيل ده والامكانيات دي، وفي بلاد كتير قوي متاخر عليك تخش وانت ما تخشش. للاسف يا كابتن كله اتطور دلوقتي، احنا واقفين شويه لسه. اكيد هي حته يعني برضه كل الدول الافريقيه كل منتخباتها احنا مش بنتفاجئ، احنا بس اللي بنتفاجئ، لكن الدنيا كلها عارفه ان هم بيتطوروا عشان هم ماشيين كويس. بص يا كابتن حتى المنتخبات تحت 23 سنه، حتى جنوب افريقيا شفت جنوب افريقيا عامله ازاي؟ يعني فرقه بتلعب كوره ليها شكل وستايل في الملعب. اكيد عارف بيسبقونا ليه؟ هم عندهم تنظيم يعني بص تنظيم يا كابتن ابو حميد احسن منك. عندهم ثقافة أعلى منك. هتقول لي ثقافة؟ يعني لا أنا عندنا ثقافات كتير، بس في حتة الكورة وحتة التنظيمات حتة المسؤولية في المجال اللي احنا شغالين فيه بيبقى فيها تأثير كبير جدا، بدليل أنت منتخبات بتتفوق عليك لأن بيتعمل لهم إعدادات جيدة، عندهم منظمين، عندهم نظام، عندهم قوانين، عندهم لوائح بيمشوا عليها، أنت ساعات بتبقى الدنيا ملخبطة معاك. بيمشي اتحاد، بيجي اتحاد تاني جديد، حاجة مؤقتة، ده بيعمل حاجة، ده بيعمل حاجة، في الآخر بتتصب عليك بيكون في ما فيش نجاحات كتير. فهي حته التنظيم دي رقم واحد، انما الكوره والمواهب من اللعيبه المصريه كابتن معلش يعني ما حدث ولا حرك، من اعلى اللعيبه في الدنيا اللعيبه المصريين بالزبط. لما بيبدا حط شوف المنتخب الاولمبي في وقت الشده بص جماهير والدنيا المنتخب عامل ازاي. هو المنتخب انا نفسي ان شاء الله يكملوا على كده، ان شاء الله نتكلم بعد ما ناخد باذن الله البطوله دي ناخدها برضو بروح الرجاله اللي هم فيها دي، وحاجه جميله جدا بنتمنى من الله الجماهيريه وتوفيق ربنا طبعا ان شاء الله نتكلم اكيد بعد كده في فيما ينقص المنتخب الاولمبي بس في وقته باذن الله. لكن إن شاء الله. انا عايز اكلمك عن حضرتك بتقول عندنا ثقافات اي ثقافات بالنسبه يا لا يعني احنا عندنا ايه بص يعني فين ثقافه تطوير المدرب عن مصر بتشوفها؟ لا
الثقافات اللي في مصر هي متوقفه عند ايه؟ الدورات اللي بتعمل السي والبي، واخد بالك الحاجات اللي هي رخصه. الدورات دي ودي بتتعمل حاجات روتينيه عشان الشغل، مش المفروض الدورات دي هو بيديها لك عشان انت بعد كده تطور نفسك، ثقف نفسك بالظبط. بص مصر انت عمرك شفت هم عملوا هنا دورات؟ ولسه بتكلم انا والكابتن ناجي خليل معايا في اكيد عارفه دي في اللجنه طبعا اداره اكتشاف المواد، بنقول له بنتكلم مع بعض، ما فيش شفت حد عمل دوره تثقيفيه لقطاع الناشئين؟ انت عمرك شفت عملوا حاجه للناشئين كده؟ ما هو انت لازم تبدا من تحت. طيب. الثقافه بتيجي منين؟ من تحت. اللي بتكلم في كده يعني كل مثلا افريقيا عندها دلوقتي بيطوروا المدرب، لان المدرب ده هو اهم حاجه في المنظومه من تحت من الاساس. بالظبط. احنا عندنا الحاجات دي ناقصه جدا. مين اللي هيبقى مسؤول يا كابتن؟ هي معدومه او مين مسؤول يا كابتن عبد الحميد؟ الجهات المعنيه بالمجال اللي احنا شغالين فيه، كره القدم او الالعاب الثانيه، كل الالعاب، بس انا بتكلم على الحته الجزئيه بتاعتنا احنا، عشان انا ما اعرفش الالعاب الثانيه ايه نظامهم وايه الادارات وايه الاتحادات بتاعتهم، بتكلم على المنظومه بتاعت كره القدم. فما فيش حد بيهتم، ما فيش حد بيثقف على اساس تطلع بعد كده الناتج يطلع لك في المستقبل. انما انت بتيجي واحد عنده يكون مثلا عدى ال 50 وداخل واخد دورتين السي والبي واشتغل بيهم، يشتغل وهيشتغل كويس، بس انت لازم من تحت الاساس القاعده، ان انت لازم يبقى في دورات للمدربين في قطاع الناشئين في الانديه كلها، تجيب خبره من بره. بالظبط. ما الاتحاد يجيبها، هو معقول الاتحاد معهوش فلوس؟ يجيب من اي دوله، الدول المتقدمه يجيب منها خبراء اجانب وناس في علم التدريب الحاجات الحديثه ويشتغلوا مع الناس اللي تحت. كل الحاجات دي كلها هتصب في الاخر، هيبقى في نجاحات للمدربين وفي احتكاكات والناس دي هتبقى موجوده. اكيد حضرتك بتقول مصر مليانه مواهب، بس بتروح فين المواهب دي بعد كده بقى؟ مش ما بتشوفهاش اصلا، ما ولا بتبقى على الساحه. يعني ليه؟ يعني حضرتك في لجنه الاختيار ما بقى اكيد بتشوف في يعني البدع في لا. في البراعم وسن الناشئين كابتن، بنشوف لعيبه كتير طبعا، بنشوف لعيبه كتير وفي لعيبه كتير يا كابتن كده 16 سنه 17 سنه ما بتلاقيهاش. ليه؟ عشان من اهم حاجه من تحت النشئ بقى، وبدا فين؟ مين مسؤول عنه؟ مين مثلا بيفهمه الطريق الصح؟ طبعا. لا ده في ناس بتشتغل ما عندهاش طموح، بتشتغل الفتره بتاعت وقتها بس وبيخلص وخلاص، خش على الايه؟ الشغل اللي بعديه. ما هو برضه احنا لازم نعذر برضه المدرب، خلي بالك اصل هي منظومه زي كلها السلسله كده، ما ينفعش عقله منها تروح. ترس يا كابتن. بالظبط. صح. المدرب لما تيجي تقول له تعالى اشتغل وادي لك مش عارف كام برضه يا كابتن، ما هو عايز شغل تاني عشان يعرف يعيش. كابتن كل المدربين، انا بتكلم برضه بمصداقيه يعني، كل المدربين في مصر كلها تلاقيه شغال في النادي غصب عنه، ممكن يروح يشتغل في اي مكان تاني عشان ايه؟ طبعا يظبط الدنيا. طب ما هو هيعمل ايه؟ ما انا معاك، احنا ما اختلفناش على النقطه دي، بس انا بتكلم انت لما تحط اسس من الاول، ودي ما انت لما تيجي تعمل تثقيف اللي احنا اتكلمنا عليه ومدربين وبتاع، بعد كده هتنقي عناصر مميزه جدا دول اللي انت يقع عليهم الاختيار ياخدوا حقهم بقى. بالظبط. ما ده اللي بتكلم فيه. هو ده خلاص، ما فيش معاك انت بس، ده اللي بتكلم فيه، حاجه تانية هينتج ويبدع في مجاله في المكان اللي هو فيه في اي نادي هو شغال فيه هيقدم مردود كويس. دلوقتي المدرب بيخلص في نادي يروح يشتغل في اكاديميه، ممكن ياخد ولاد من النادي عشان يشتغلوا في الاكاديميه، ما انت عارف اكيد الموضوع صعب قوي. الله بس يا كابتن، ربنا يكون في عون الناس كلها يعني. طبعا الله يكون في عون الناس كلها. صعب. فعشان كده برضو المدرب لازم نثقفه ولازم نديله حقه عشان يشتغل ويبدع، يبقى عنده كمان أكيد. هو يعني متنفس ان هو يبدا فيه، مش عمال بقى يفكر، انت اكيد عارف يعني. طب مشاغل الحياه وكده. ربنا يسهل ويكرمهم كلهم يعني. يا رب يا ان شاء رب الله. يا رب. لكن حضرتك متفائل بالمنتخب الاول بعد كده؟ ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه اكيد الكابتن حسام يقعد مع اللعيبه ومع الجهاز الفني، وممكن يكون في اختيارات الفتره اللي جايه، ممكن حد يبرز الفتره اللي جايه هنا او هنا يضمه برضه يبقى مؤثر، ممكن حد كان مصاب يرجع تاني طبعا مع اضافه صلاح باذن الله، وممكن تريزيجيه هتلاقيه في حاله غير الحاله دي خالص، هتلاقي الدنيا متزوره. رمضان انت ناسي رمضان، ما رمضان برضه عنصر مؤثر مع المنتخب الاول، لا هيبقى ليه دور، ممكن مصطفى ده يكون موجود، ممكن ياخد رمضان وتريزيجيه هيبقوا ازاي؟ عبد الرحمن ممكن يكونوا موجودين. اصل بص حته التوظيف دي بتاعت المدير الفني، هو في حته كابتن ايه اللعيب لما يكون عنده امكانيات عاليه، انت كنت لعيب فيرود ولعبت نص ملعب، انا برضه لعبت فيرود ونص ملعب، لما يكون عندك مرونه في الملعب تكتيكيه المدرب يحطك في اي مكان، وبالذات في الثلث الاخراني ما تخافش عليه، يعني عندك كهرباء، اي حد يقول لك ايه ده بيلعب، كان بيلعب في النادي قبل كده اللي بيلعب فيه بياخد الخط، لا ده بيلعب في الخط ده والخط الثاني، وبيلعب تحت الفيرود، بيلعب راس حربه وهمي لما بتلعب من غير راس حربه وهو بيلعب فوق ويكمل، فالامكانيات دي اللي عند اللعيبه دي
ما فيش، ده بالعكس هيبقى اضافه للكابتن حسام ان يختار براحته، لان تريزيجيه، كهربا، رمضان، اي حد هيظهر هو بقى بيوظفه في الحته اللي فوق. يعني افرض مثلا الموقف حصل زي صلاح، لا قدر الله عنده مباراه مهمه جدا وما جاش، انت عندك رمضان وكهربا، تريزيجيه الثلث الاخراني، مصطفى محمد، ممكن زي ما انت عايز تشكل بقى. مش تقول ايه ده رمضان بيلعب مكان كهربا يبقى لازم، لا مفيش حاجه اسمها واحد بس. المدرب عنده اختيارات وعنده رؤيه، هم عندهم امكانيات يا كابتن يلعبوا جنب بعض في اي حته طالما في الثلث الاخراني. تمام، فمفيش مشكله يعني. تمام تمام، تعالى نقفل صفحه المنتخب ونتكلم بقى بسرعه جدا عن عوده الدوري. هنلعب ماتش يوم الاثنين ان شاء الله مع الجونه. وهنطير على طول، مش حتى يعني هناخد دش بالعافيه عشان نلحق نسافر. طبعا مباراه بعد التوقف يا كابتن. يعني ان شاء الله هي بقى ربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله ونحقق فيها المكاسب اللي احنا عايزينها. بس مباراه صعبه جدا، يعني قبل التوقف النادي الاهلي كان ظاهر بصوره جيده جدا جدا، كان يعني متفوق الفتره اللي قبل الدوري بيوقف، فنيا وبدنيا وذهنيا. حتى احنا بعض كل الناس اللي معنيين يعني بالكوره في النادي الاهلي او جميع النادي الاهلي الكبيره كنا عايزين نلعب الزمالك ونلعب، لان الفرقه كانت فايقه والفرقه كانت مكتمله الصفوف. تمام، وما كانش فيه اصابات. تمام، والدنيا كانت متظبطه. دلوقتي احنا هنرجع من اول وجديد. يعني ايه من اول وجديد؟ عملنا فتره اعداد صغيره في الامارات وجينا كملنا في النادي الاهلي بدون طبعا اللعيبه الدوليين. من اول وجديد. ولا فايلر كمان؟ يعني انا دايما بقول يا كابتن صديق ان فايلر خلى الشكل بتاع الاهلي ده فتره قليله كده زي ما احنا شفناه. فتخيل بقى لو هو معاه متسع من الوقت اللي هو اخده ده. فممكن يعني ممكن تبقى حاجه ايجابيه ليه، او هو كان أكيد عايز كده. اكيد، لكن الاصابات دي بصراحه هي دايما الظروف الخارجيه دي طبعا تبقى بعيد عن اي اي حد يعني. ما انا اكيد، عشان انا ليه قلت لك هيبدا من الاول. هو تركيزه عالي جدا جدا لدرجه ان قبل ما نتكلم في الفنيات هقول لك على ملحوظه يمكن في ناس استغربت، بس انا حسيت ان فعلا الراجل ده يعني باذن الله باذن الله هيبقى ليه شان كبير في النادي الاهلي. الراجل قفل الملعب بتاع التتش. يعني شوف الراجل مقدم، مركز يا كابتن ميدو ان عايز الفرقه ترجع في حاله احسن كمان من الفتره الاولانيه. بيقول لك ابدا من جديد وتركيز عالي جدا جدا، بيشيل الضغوطات، بيشيل كل حاجه، مهيئ للعيبه المناخ جيد جدا. صح، ان هو تركيزه كله يبقى داخل النادي الاهلي. صح، قفل عليهم تمريناته، هتبقى لوحده مع لعيبته، الجهاز الفني مع المسؤولين في النادي الاهلي، ممنوع حد يتشتت، يبقى فكره زين يروح كده يروح كده، كل شغله الشاغل الفرقه بس. يعني دي قمه الاحتراف فعلا، يعني ملوش دعوه بحد. شايف دي هتبقى ايجابيه جدا جدا، وبيشيل عبء على اللعيبه برضو ان تركيز كله هنا بس، تخلص بتمرينتك تركيزك، تيجي تاني تخلص اليوم اللي بعديه التمرين ايه المطلوب منك، تخش على المباريات تبقى في كامل الجهوزيه بتاعتك البدنيه. تمام، والفنيه. فهو الفتره بتاعت الامارات خلصت، جه يكمل هنا برضو بعد فتره صغيره من غير الدوليين، برضو الناس اتمرنت كويس جدا ومركز معاهم. هو بصراحه مجتهد جدا في شغله وما بيسيبش ولا صغيره ولا كبيره، كل حاجه يا كابتن تمريناته بسم الله ما شاء الله. التمرين بيبقى مركب، بص خلص تمرين، التمرين اللي بعديه مرتبط بالاولاني، والحمد لله بنشوف الحاجات دي في المباريات بعد الجمل وبعد الشغل اللي احنا شفناه في المباراه قبل توقف الدوري بالذات في الثلث الاخراني، حاجه تفرح. لان الناس كلها بتبقى المساحات وجنب بعض والمسانده، تلاقي ثلاث اربع لعيبه في جمله واحده بيشتغلوا نفس الشغل اللي بيشتغل الحاجات اللي بيشتغل في التدريب. جه عمل المباراه وديه مع الاتصالات، وبرده عشان الناس تبقى قريبه من المشاركه في المباريات. تمام، مباراه زي دي برده اللعيبه تبقى ايه، ياخدوا الاحتكاك ان هو داخل على مباراه الجون، يبقى الناس اللي لعبت مباراه قبليها. تمام، فدي كانت كويسه جدا. وعوده الدوليين وعوده المنتخب الاولمبي هتدي طبعا باور وتدي دفعه كبيره لفرقه النادي الاهلي. هو مستعد لاداء المباراه، وبعد كده باذن الله باذن الله يطلع على مباراه افريقيا ان شاء الله. هو كان بيتمنى بقى توقف زي كده ولا ما بيتمناش؟ هو ولا كان عايز يكمل؟ برضه سؤال كويس جدا. لا سؤال كويس جدا جدا، وهرد على حضرتك يعني. اتفضل. هو كان حته يتمنى او ما يتمناش مع اي مدرب تاني. الراجل ده ما حسش بالفرق، ان هو بيشتغل مركز تركيز عالي جدا، ما حسسش اللعيبه ان في لعيبه ناقصه في المنتخبات، ما حسسش ان في توقف، قفل على الفرقه وشغال ولا اتكلم، بيعمل في صمت. يعني ان شاء الله المدرب الشاطر يا كابتن صديق دايما بيبقى عايز ايه، اكبر وقت ان هو يحفظ لعيبته. اكبر وقت، يعني يتمنى ان هو يقعد سنه يحفظ في اللعيبه اللي هو عايزه.
يعني المدرب الشاطر اللي شغال اللي هو دايما بيفكر دايما بيطور ودايما عايز لعيبته في احسن فورمه ودايما اول ما يجي الماتش يقول لك لو كان في يوم كمان كنت ممكن اديهم كذا ممكن اشربهم كذا واخد بالك اشربهم في التمرين يعني يا جماعه مش كل المدربين هو من ده من النوع اللي يا كابتن كلامك طبعا انا مايت كلامك بس بضيف عليه حاجه صغيره هو ما حسيتش بالناس بالفرق التوقف لان هو محفظهم قبل كده وشايف ان لعيبه المنتخبات عندهم كل المؤهلات والامكانيات والتحفيز اللي خدوه في النادي وكمان اشتغلوا عليه شغله بان على اللعيبه دي مثلا يعني واحد زي رمضان شغله باين جدا عليه المدرب ومن اهم المكاسب للكابتن شاوين رمضان جاله اكثر جهوزيه وفكر في الملعب وتنويع في لعبه وبتاع هو ما حسش بفرق التوقف استفاد بيه هو ليه هو اشتغل زي ما حضرتك قلت مع اللعيبه اللي هي كانت موجوده بره المنتخب تمام اشتغل معاهم كويس جدا جوه داخل النادي الاهلي واشتغل معاهم في الامارات وهو من النوع اللي بيشتغل في صمت ازاي يا كابتن ميدو ما بيحسسش المسؤولين ولا حد في الاعلام ولا في المنظومه في الكره المصريه انه يقول لك ايه ده في توقف في مدربين بيعملوا مشاكل الدوري وقف ده بوظ لي شغلي ده اللي بكلم حضرتك الدوري وقف ده انا مش عارف اعمل ايه الدوري وقف ده راجل جاي يشتغل بس فعلا هو عايز بقى كده اجنبي فعلا جاي يشتغل في الملعب وبيعمل في صمت طبعا الجهاز المعاون والناس اللي شغال عليه وكابتن سيد مدير الكوره كل الناس المنظومه يعني قافلين على نفسهم فان شاء الله باذن الله بس هي المباراه اللي جايه صعبه ورخمه عشان بعد التوقف تبقى ثقيله شويه بس احنا عندنا ثقه طبعا في ربنا ثم في لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله نكسب المباراه دي باذن الله ونخش على المباراه بتاعت افريقيا واحنا معنوياتنا عاليه ومركزين باذن الله. احنا كان عندنا توقف او بدانا الشغل بتاع فايلر في ماتش سوبر وبعد كده ماتش دوري يعني والدنيا كانت ماشيه ما شاء الله كويس طبعا عموما يعني جماهير الاهلي مش قلقانه اول مره الجماهير مش قلقانه توقف اكيد الراجل ده كمان يعني كان هو شغال بالظبط شغال وباين على في الملعب زي ما قلت لحضرتك انت مش سامع له حاجه بالظبط سامع له صوته ولا بيتكلم في اصحابه ولا اعلام بيشتغل بس بالزبط. فان شاء الله ربنا يكون معاه وشغله يبان باذن الله الفتره الجايه زي ما بان قبل كده ان شاء الله بالظبط ازارو حط جول اتصالات شايف ازارو ممكن هيفرق برضه وهيطوره فايلر مع الفتره اللي جايه هو ازارو هو بس المشكله لما الفتره اللي كان اتصاب فيها وكان بعيد شويه الراجل مقتنع بيه وازارو ان شاء الله يرجع زي ما كان قبل كده الفتره اللي هي كان جه فيها كان هداف ومكسر الدنيا وبيجيب جوان ازارو بس محتاج شويه ثقه وتهديفيه الحاسه التهديفيه بتاعته اول ما ياخد مباريات ان شاء الله لو ركب هيرجع ازارو زي الاول وافضل لان الراجل عنده فكر وبيطور شفت التمارين في الملعب يعني مركز واشتغل شغل عالي جدا مع ازارو حاجات تخصصيه كمان فان شاء الله باذن الله ازارو هيرجع احسن من الاول طيب. ان شاء الله اخر سؤال هساله لك تحت امرك حضرتك قلت لي رمضان صبحي شغله او شغل فايلر بان عليه في المنتخب الاولمبي طب حسين الشحات كان مكسر الدنيا مع الاهلي وما شفناهوش في المنتخب الاول الحاله اللي كان فيها حسين غير الحاله بتاعت رمضان الفرقه اللي كانت مع رمضان بتعرف تهرب من السؤال لا مش بهرب بكلمك كلام بتاع كوره الفرقه اللي كانت مع رمضان ساعدت رمضان ارضيه الملعب بتاعت الاستاد والمباراه القويه جدا والناس اللي كانت هنا في المنتخب الاولمبي غير اللي كانوا جنب اللي جنب حسين في الماتشين بتوع افريقيا مش المفروض العكس يا كابتن لا ما انا معاك بس سوء ارضيه الملعب الحاله اللي كان على اكثر من لاعب في المنتخب الاول كانوا خارج الفورمه مش انا قلت لك ايه انا مش بقطع والله بس قلت لك المنتخب ما حضرش الماتشين دول لان ده منتخب مصر لا انت بتقطع انت ما شاء الله كمان اعلى مستوى في البلد ايه منتخب بالظبط دول اعلى لعيبه بالظبط عشان لعيب المنتخب ده ان حسين المفروض يبقى معاه لعيبه تسنده مش هو اللي يسندها لا بلغه الكوره هم ساندين بعض كابتن بلغه الكوره لكن عشان رمضان اللي ساند لا ما انا معاك ما رمضان حته التطور كمان في المستوى الشغل اللي خده مع فايلر انه بقى يقطع لجوه بقى يجيب اجوان خده مع الراجل هو جايب جون اللي هو اتلغى اللي حطها جت في العارضه وجات له حطها بدماغه الحكم لغاه بالظبط وجاب جون تاني متابعه منه اللي عبد الرحمن شطه وقعت من ايد الحارس فرمضان ما كانش موجود في الحته دي من الفتره اللي فاتت خالص ما كانش موجود فيها خالص دلوقتي بقى يشتغل الراجل بيشتغل معاه ففي بصمه جدا بوليد ازارو مع الراجل ده ان هو بيعرف يطور وبيعرف هيعلى مع كابتن ريني فايلر وان شاء الله ازارو يبقى هو بيكسب النادي الاهلي مع بقيه المجموعه ان شاء الله باذن الله تمام انا مش هدوس عليك في السؤال خالص لا تحت امرك هو السؤال كان ايه انا نسيته مش مشكلة خلينا نروح للإصابات ديانج وحمدي فتحي كانوا مؤثرين جدا مع إن ظهور ديانج كان قليل قوي لكن ظهور مقنع ظهر قليل بس أقنع الناس بمستواه دلوقتي ديانج اتصاب وحمدي فتحي اتصاب هل هيبقى في مشكلة عند فايلر في الحتة دي؟ هو بيني وبينك هو خسارة الإصابة بتاعت الاثنين لعيبة
خساره، لان كمان حمدي كان اكثر جهوزيه ووصل لحاله فنيه عاليه جدا وبدنيه حتى لما راح مع المنتخب الماتشات الوديه. يانجي لعب مباراه برده مع النادي الاهلي في بطوله اللي جاب جون في بطوله افريقيه في التصفيات الاولانيه. الولد عنده امكانيات عاليه جدا من الديفندر اللي هو الايه يا كابتن المودرن اللي بيطلع لقدام كمان بالظبط، عنده الحته التهديفيه، راح سجل هدف وبيلعب لقدام. ده اللي بكلمك فيه على سالتني على حمدي فتحي ولا طارق. انا ما انا معاك اهو، ما انا معاك، ما انا بعرفش يعني. فدوت برضه خساره انه يكون موجود الفتره دي في النادي الاهلي، بس النادي الاهلي ما بيقفش على لعيب. اكيد انا متاكد أكيد ان عمار ما شاء الله كان عمار باذن الله هيبقى ليه دور الفتره الجايه، في حسام عاشور، حسام عاشور طبعا، في اسمه راح مني قول لي بتاعنا اللي كان في بيراميدز، احنا عندنا بتاع المسمى. لا لا يعني كان في ام مين؟ ما هو حمدي فتحي قفشه، هو قفشه قفشه نص الملعب. لا يعني قفشه برضو من النوع اللي يلعب في اي مكان، عنده امكانيات بدنيه وعنده فنيه وبيقرا الملعب يعني. برضو في صالح جمعه، عندنا لعيبه كتير في نص الملعب، اي حد باذن الله يكون موجود يتوظفوا ديفندرات، يتوظفوا. لان بص هو الديفندر دلوقتي يا كابتن، ما زي ما بتقطع انت بتسلم، واللي عنده كره بقى يبينها بيلعب لقدام، هو عموما الكوره يوصل للناس. بقت حاله جماعيه في الهجوم وحاله جماعيه في طبعا يعني طبعا يعني. انا معاك الكوره، المسميات بقت قليله قوي، بقت قديمه شويه المسميات. انت معاك الكوره احنا بنهاجم، معناش الكوره لازم بالزبط كلنا بالزبط بنرجع الخطوط بتبقى قريبه وبنقفل ملعبنا، فما فيش خوف على لعيبه الاهلي في نص الملعب. عندنا عناصر مميزه جدا، وبس ربنا يبعد الاصابات وان شاء الله ربنا يشفي كل لعيبه، ومتولي برضه باذن الله لما يرجع هيبقى اضافه اكيد ان شاء الله من الاعمده الاساسيه يعني. واحنا ما بنتاثرش بلعيب لان كل لعيبه بتاعت الاهلي رجاله، بس هي ظروف الاصابه اللي بتحرمنا من الناس، بنبقى احنا نفسنا يكونوا سلام اكيد. واسمه محمد محمود ان شاء الله ربنا يشفيه ويرجع لنا بالسلام اكيد. مباراه الجونه برده مباراه مش سهله، مباراه تقيله جدا، وطالع على مباراه اتقل مسافر تونس. ايه هي المباراه بلغه الكوره رخمه يعني، هي لو في القاهره مش هتبقى رخمه شويه، الاهلي بيلعب في اي مكان وبيلعب في اليابان في اخر الدنيا. استاد الجونه ليه طابع خاص، ليه طابع، هم حافظينه وممكن تلاقي فيه هوا وبتاع حته برده. ايه دي بتبقى مقرفه ليك انت كلاعب كوره بتلعب على طول في القاهره، لاي حد من اللي بيلعبوا في القاهره، الاهلي الزمالك الاسماعيلي، الجو هناك في الجونه متعب شويه في حته الهواء حته الملعب، بس ان شاء الله الاهلي بيتغلب عليها باذن الله. سيبة تبقى صعبه، الاهلي كل مباراه بالنسبه له صعبه، ما بيستسهلش حد النادي الاهلي يعني، مش ان الماتش ضعيف وماتش قوي، بس ظروف الماتش ان جاي بعد التوقف، بس بالزبط. بعد التوقف، انما لو ما فيش توقف كانت المباراه تبقى زي مباراه زي اي مباراه، والاهلي باذن الله قادر ان يحقق باذن الله الفوز ان شاء الله باذن الله. نجم الساحلي برضو نتكلم عليه بسرعه جدا. انت نجم الساحلي عايز فتره كبيره نتكلم عليه، بس نختصر يعني عشان الوقت. النجم الساحلي برضو من الفرق اللي ليها باع كبير في البطولات الافريقيه، زي الترجي وزي الصفاقسي، وانت عارف الكره التونسيه وشمال افريقيا متقدمه وعندهم مثلا عناصر مميزه جدا. والاهلي طبعا المباريات اللي هي الافريقيه مع شمال افريقيا بيبقى مستعد لها استعداد جيد جدا، ويبقى فيه اصرار طبعا، الروح الحمد لله موجوده، بيبقى محتاجه قوه في بره، بالذات المباريات اللي بره، الالتحامات، الشراسه، ان شاء الله نرجع بنتيجه ايجابيه. ولاعيبتنا كل اللي موجودين دلوقتي عندهم خبرات، كلهم لعبوا في افريقيا كتير وكده، وان شاء الله هيبقى ليهم يعني دور في المباراه دي، ويقدروا يعملوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. شايف ان جريدو هيصعب الدنيا شويه؟ هو توليه المسؤوليه هو عشان كان شغال في النادي الاهلي اكيد. بس هقول لك على حاجه كابتن ميدو، هو جريدو او حتى غير جريدو، الاهلي كتاب مفتوح، كتاب مفتوح، بيلعب في البطولات الافريقيه او في البطولات المحليه كل مباراته متذاعه، قصدي على تغيير بطولة عربية، تغيير المدرب، بس هو هيحمسهم شويه بالظبط، ازاي هيديهم بقى باور حته الروح بقى القتاليه، وتغيير المدرب كمان، وتغيير مدرب تبقى ليها شده وليها ايه تبقى ليها، يبقى ليه دور كبير في ايه، في حته التغيير، يقول لك غير المدرب الاولاني جاي يعمل شده بقى ويحفز اللعيبه والنادي الاهلي، وانا كنت ماسك النادي الاهلي وعندهم عناصر مش عارف ايه، واكيد هيتكلم في الحته دي. بس اي مدرب عارف النادي الاهلي، بس هو دي بيتحط عليها شرطه كده صغيره، ان هو بس اشتغل في النادي الاهلي بس. هو لما كان شغال ممكن في لعيبه كتير ما كانتش موجوده على ايامه، ولا انا غلطان؟ ما كتير يعني، في لعيبه كتير جات لي انضمت للنادي الاهلي ما كانتش موجوده لما هو كان موجود بالظبط. فان شاء الله باذن الله اللعيبه يعني بتاعت النادي الاهلي اداه قدود
تعمل مباراه كبيره بس نخلص من الجون الاول. بعد المباراه على طول بيفكروا في النجم الساحلي وليه حسابات ثانيه على ارض الملعب والسفر وبتاعه اللي كل دي الجهاز الفني حاططها في اعتباراته. اكيد اكيد. مين الفرق اللي انت قلقان عليها في الدوري يا كابتن؟ الفرق الكبيره اللي متخوف عليها في الدوري. متخوف عليها احنا احنا نخاف منها ولا لا؟ لا متخوف عليها زي مثلا فرق كبيره باسماء كبيره زي امبي مثلا. انت قصدك انت في فرق ممكن تكون مهدده من دلوقتي بالنسبه للاعبهم من اول الدوري البدايه بتاعتهم او لسه كانت ضعيفه لكن في بيبان الشكل العام. انا مأيدك. اول فريق امبي لان امبي عندهم منظومه كويسه جدا، عندهم قطاع ناشئين رهيب. انت عارف كابتن امام محمدين طبعا وانت لعبت في امبي وعارف منظومه كويسه جدا جدا. ما ينفعش كل سنه يصاروا على الهبوط. عندهم امكانيات ماديه، عندهم امكانيات بشريه سواء من تحت في القطاع او بالفريق الاول. وبعدين كان بيشتروا السنه اللي فاتت بس كانت كان بيشتروا لكن مش كل سنه بيصارعوا. كان بيشتروا بقى هم كان بيشتروا بس جالهم فتره ابتدوا يبيعوا وما يشتروش. فمعلش انت برضو لو ما بتدعمش هتقع غصب عنك هتقع. تمام. يعني بص انت سموحه جه فتره قعد يبيع برضو وكده كان هينزل. فلما جه مثلا حسام حسن ابتدى بيشتري برضو لعيبه بتاع بيدعم. فانت لازم تدعمك وتنتبه بقى. اسم النادي امبي كبير بقاله كتير في الدوري الممتاز وخد بطوله قبل كده، خد كاس مصر. ما ينفعش فريق يكون فيه منظومه وعنده امكانيات ويبقى يسر بالصوره دي. زي بتروجيت منظومه كبيره وشركه كبيره قعدت تفرط منهم فرطوا يعني هربت منهم بالمصري يعني ايه خلاص. تمام. بقول لك فرطوا واخد بالك يعني راحت منهم نزلوا درجه ثانيه للاسف. المقاولين كان ممكن السيناريو يتكرر بس جابوا عماد النحاس وظبطت الدنيا والفريق ظهر بصوره كويسه. فالفرق اللي هي كبيره الاتحاد انا برضو انت عارف انا لعبت في الاتحاد بزعل جدا لما بيسيبوا نفسيهم لاخر ماتش. نادي كبير وعندهم لعيبه وعندهم استاذ محمد مصلحي يعني بيدفعوا وبيشتروا. فانا نفسي الفرق كلها عشان ما بقاش انا جاي اقول مثلا متحيز لفرقه معينه. الاسماعيلي بزعل قوي لما الفرقه بتكون مهزوزه ويطلعوا خامس سادس سابع. الانديه دي مكون كويسه اول حاجه النادي الاهلي يبقى كويس. الاهلي لما بيلاقي الفرقه كويسه بيزيد بيلاقي منافسه وبيزيد من عزيمته. بالظبط. الزمالك لما يكون كويس الاهلي يبقى كويس جدا. لما تلاقي الفرق كلها بتبقى يعني كده ومكسرين المستوى بينزل وبتتعكس في الاخر على مين؟ على منتخب مصر. فبتمنى الفرق دي كلها ان هي يعني مستعدين ويقاتلوا كده ويظهروا بمظهر كويس. اللي بينزل ده بقى خلاص دي قدرات ممكن تعمل كل حاجه كامكانيات بس قدرات الفنيه دي اخر حاجه عندك بالنسبه للعيبه. خلاص انزل تهبط يعني. انما عندك لعيبه كويسه وعندك امكانيات ماديه لازم تظهر بصوره كويسه ويبقى ترتيبك يبقى كويس. الانديه الصاعده شايفهم ازاي؟ الانديه الصاعده اسوان اسوان طبعا الامكانيات الماديه فرق معاهم بس ابرزهم في وجهه نظري طنطا. طنطا شايف ان هي برضو ايه ابقوا على المدرب زي برضو اسوان ابقوا على المدرب. ماشيين كويس. جابوا دعموا بحاجه بسيطه وفي البطوله على ما اعتقد كسبوا مباراه تعادلوا مباراه كسبوا دجله باين كسبوا امبي كسبوا امبي كمان. فبرضو عاملين حاله كويسه. انت فاهم قصدي؟ فعايزه برضو الاستمراريه لان الامكانيات الماديه بتفرق معاهم. انا اسوان ممكن بعد 10 ماتشات ممكن غصب عنه. انت بتتكلم على طنطا ولا اسوان؟ لا طنطا كسبت دجله. طنطا كسبت دجله بقول لك عملوا مباراه كويسه. كسب امبي مع كابتن حلمي طارق تولي وطنطا كسبت مع مجدي عبد العاطي كسبوا امبي. كان اول ماتش للكابتن حلمي. تمام صح؟ تمام. فطبعا الفرق اللي طالعه محتاجه مجهود اول حاجه بدني عالي جدا ومحتاجه مجهود مادي لازم تدعيم يعني دعم يعني لازم يدفعوا لان برضه هيعانوا المشوار طويل واللي ما عندوش امكانيات هينزل. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ودايما منورنا ومشرفنا في بيتك يعني. انا بشكرك جدا كابتن عبد الحميد وكنت سعيد جدا لما موجود معاك. ربنا بس انت قلت لي معترض على حاجه هتقول لي بعد الهوا. اقول لك انا ما عنديش اي خوف ممكن تقول على الهوا. ربنا يخليك. اقول لك ده حاجه كده تحت امرك. ربنا يخليك كابتن نورت وشرفت كالعاده يعني متالق. اشكرك شكرا جدا كابتن صديق. اشكرك جدا. هنروح لفاصل بعد الفاصل هنستقبل نجم الاهلي السابق كابتن الكبير كابتن شمس حامد. خليكم معانا.